أعلن مجلس جامعة حضرموت تعليق الدراسة بكلية الجامعة عقب انتشار الحميات وفيروس كورونا في المحافظة. وقال مجلس الجامعة في بيان له إن تعليق الدراسة يبدأ من اليوم الاثنين وحتى إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام. وأشار إلى أن استئناف الدراسة سيكون بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بعد تقييم الوضع الصحي بناء على توصية لجنة الطوارئ بالجامعة. وأعطى المجلس صلاحية استدعاء لطلاب المستوى السادس بكلية الطب والعلوم الصحية من أجل الاستفادة منهم في أي تدابير متخذة. وأوضح المجلس أنه سيتم استنهاج ما تبقى من مفردات المقررات العامة بنظام الدراسة الذاتية بعد استئناف الدراسة، وتجرى اختباراتها النهائية خلال مدة الاختبارات النهائية المحددة. معنا عبر الهاتف دكتورة إشراق السباعي، الناطق باسم اللجنة العليا لمواجهة كورونا. مرحبا بك معنا. بداية، ما مستجدات الإحصائيات الخاصة بإصابة كورونا في المناطق المحررة؟ طبعا اليوم تم تسجيل 98 حالة يعني مؤكدة، منها 36 حالة عدن، و19 حالة حضرموت الوادي، 14 حالة تعز، و13 حالة حضرموت الساحل، و7 حالات المارة، 5 حالات شبوة، وحالتين لحق، وحالتين معرب. طبعا اجمالي الوفيات ارتفعت اليوم ل 20 حالة يعني على مستوى المحافظات، اللي هي في 8 حالات في حضرموت الساحل، و8 حالات في حضرموت الوادي، و4 حالات في تعز. حالة المعافاة من المرافق 12 حالة سجلت من حضرموت طبعا الوادي. هذا يعني الوضع اليومي بالنسبة للحالات الوضع الوبائي. نعم، ماذا عن الإجراءات الاحترازية للتخفيف من انتشار الوباء؟ طبعا محافظة حضرموت أعلن عن إغلاق الجامعات، وسوف تلحقه اليوم إن شاء الله أيضا محافظة عدن. لازم يعني تكون نفس ما يعني لازم ينطبق هذا على مجمل المحافظات. توقفت الدراسات الجامعية، هذا مهم جدا لأن أكثر الحالات تسجل من ما بين الطلاب. فنصيحة يعني نحن كلجنة عليا للطوارئ المفروض كان يلقى اجتماع يوم غدا، اليوم كان، ولكن في مستجد منتظرين العصر اجتماع آخر لوزير الصحة إن شاء الله يخرج ببيان لإغلاق الجامعات أسوة في حضرموت. الوضع الوبائي يعني ينتشر الموجة الثانية بوتيرة عالية، وهذا يشكل بالنسبة لنا بعدين عدم القدرة الاستيعابية في بالنسبة للمستشفيات والمحاجر. نعم دكتورة، ما المساعدات أو الدعم الذي حصلت عليه بلادنا حتى اليوم في جانب اللقاحات أو الاختبارات المعملية أو التجهيزات السريرية لمواجهة هذه الجائحة؟ أولا بالنسبة بالنسبة للقاحات إن شاء الله تصل على نهاية الشهر 360 ألف جرعة من أسترازينيكا، وهذا اللي حاصل عليه في الدفعة الأولى. وأما بالنسبة للتدخل المنظمات بمجابهات معنا لمجابهات فيروس كورونا، نحن نتمنى قولا وفعلا، يعني عندما تكون المنظمة ملتزمة. حتى الآن نلاحظ منظمة الصحة العالمية في هذه الجائحة من أكثر المنظمات التي وقف مع إلى جانبنا، وأيضا بالنسبة للدعم الآخر الذي حيتوجه من اليونيسف. فلكن جميع المنظمات التي التزمت بأن تكون داعمة لنا يجب أن تلتزم. يعني اليوم في أكثر من أي يوم مضى الوضع يحتاج إلى تدخل وتكاتف الجميع. نعم. يعني أيوة البلد لا يتحمل 5 جوائح أكثر من مرة. نحن نتكلم انهيار اقتصادي وكهرباء ومياه وأوبئة، ويعني والآن انتشار هذه الجائحة بوتيرة عالية. نعم. الذي يحب اليمن يتدخل فيها بالسراء والضراء، مش يعني فقط وقت الضر وقت الشدائد نحن يعني نجلس متفرقين على هذا البلد. نعم. اليوم البلد بحاجة إلى تكاتف. نعم، شكرا لك دكتورة إشراق السباعي، الناطق باسم اللجنة العليا لمواجهة كورونا، كنت معنا عبر الهاتف.